رغم استمرار أزمة كورونا وتأثيرها شديد الحقيقة على الاقتصاديات العالمية، إلا أن الاقتصاد المصري قدر أنه يواصل أداءه القوي في 2021، سواء بقى من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي للعام الثاني على التوالي، وكمان من خلال خفض معدل البطالة. خلونا نتعرف على الأرقام. معنا عبر سكايب الأستاذ أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والمتخصص في أسواق المالية. أستاذ أحمد، صباح الخير. صباح النور على حضراتكم. يا اهلا بك يا فندم. وفق احصائيه من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي، في من 195 الى 200 الف او 200 مليون وظيفه تم فقدها خلال العام الماضي بسبب طبعا فيروس كورونا ده عالميا. لكن في نفس الوقت بنيجي نتكلم عن معدلات البطاله في مصر، عن مؤشرات البطاله في مصر، محتاجين نفرد لها مساحات، لانه في ناس تضررت، في ناس تضررت، لكن عايزين نعرف معدلات البطاله بتقل ازاي عندنا في مصر. صباح الخير. في البداية صباح الخير على حضراتكم وعلى جميع المشاهدين. يعني طبعا اللي بيحدث في مصر هذه الفترة هو بيأكد وبيعزز البيانات الاقتصادية القوية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بدأناه في 2016. احنا شفنا معدلات البطالة بتنخفض في 2020 في الربع الثالث ل 7.3%، وفي 2021 برضو احنا واصلين ل 7.5%. عايز اقول لحضرتك زي ما حضرتك تفضلت، العالم بالكامل بيشهد موجة من المشكلة الكبرى، وهي معدلات البطالة، ارتفاع شديد في معدلات البطالة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى. يعني شفنا كمان إعانات البطالة برضو بتصل لأعلى معدلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن على الجانب الآخر مصر مستقرة في هذا المؤشر، وهو من أهم المؤشرات اللي دايما الدول بتسعى لاستقرارها، وهو معدل البطالة، لأن من أهم أهداف الدولة هو توليد وظائف للمواطنين. فمعنى استقرار الوظائف عند معدلات 7.5% مع توقعات الفترة القادمة بتحسن أيضا في هذا المعدل، فده بيدل على تحسن في قطاع الاقتصاد بالكامل. لان خلينا اقول لحضرتك وابسط للمشاهدين، معنى انخفاض معدل البطاله هو طبعا انتاج زياده، مصانع اكتر بتنتج، مصانع اكتر بتشتغل، استثمار اكتر بيدخل جوه الدوله. ده معنى معدل البطاله عشان ابسطها اكتر للمواطنين كلهم اللي بيسمعونا. فالمؤشر ده من اهم المؤشرات بالفعل، لان ببساطه قلت معدل البطاله انخفض، يبقى هروح على الجانب الاخر هلاقي معدل النمو ارتفع. يعني ايه معدل النمو؟ يعني ما تنتجه الدوله من سلع وخدمات، وده فعلا شايفينه ان مصر معدل النمو بتاعها في 2020 3.6، في 2021 3.3. طبيعي بقى في ناس بتشتغل ففي انتاج. نعم يا فندم، بقول لحضرتك طبيعي لانه بقى في ناس بتشتغل فطبيعي ان يكون في انتاج. بالظبط، هو ده الموضوع ببساطة. مستهدفات الدولة فوق 5%. المهم ان انا عندي معدلات نمو مرتفعة في ظل ان الولايات المتحدة الدول العظمى كلها عندها مشكلة. يعني احنا بنتكلم الانتاج عندهم كان بالسالب في ايام كورونا، بالسالب، مش بنتكلم بقى انها بتنتج اصلا، ده كان عندها بالسالب. طب ليه احنا وصلنا لده؟ وصلنا لده تراكميا، احنا كنا بادئين الموضوع من بدري بسبب برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي صندوق النقد الدولي دلوقتي بقى اخده مثال يحتذى به لكل دول العالم. اي دوله عندها مشكله في الاقتصاد بتقول له تعالى طبق هذا البرنامج الاقتصادي اللي طبقته مصر. عندنا استقرار في عمله، في العمله بتاعتنا بنتكلم احنا يعني بنتراوح ربع جنيه صعودا وهبوطا، وده مهم جدا امام المستثمر الاجنبي والمستثمر العربي وحتى المستثمر المصري والمواطن المصري. صحيح، يمكن الدوله المصريه خلقت الكثير من سبل الجذب للاسواق العالميه. لو بنتكلم عن البنيه التحتيه اللي تطورت بشكل كبير وكانت يعني فرس الرهان يمكن في تقدم اللي حصل في الاقتصاد المصري. بالظبط، بتفق مع حضرتك جدا في النقطة دي. ويعني أنا عايز أقول دايما البعض يتحدث إن البنية التحت مصر بتركز فقط على البنية التحتية، وإن دي مجرد فلوس في طوب أو كده. أنا عايز أقول أو بنية حتى التحتية عامة، ولكن أنا عايز أقول لحضرتك أو يعني عشان أبسط موضوع البنية التحتية للمواطن أيضا، أنا كمستثمر مش هاجي أعمل مشروع إلا لو عندي بنية تحتية، مش هفتح مصنع إلا لو في بنية تحتية مجهزة لي. أنت كمواطن حتى مش هتروح تشتغل في مكان إلا لو هو مهيأ كبنية تحتية، ولا هتعيش في مكان إلا مهيأ في بنية تحتية. فما حدث من تطور في البنية التحتية هو ما ننتج، يعني ما نجني ثماره الآن. احنا شايفين الفترة دي افتتاحات سيادة الرئيس في الصعيد لمصانع كتيرة، شفنا الرئيس امبارح بيسرع من مصنع زي قهوة إدفينا.
التركيز الفترة الجاية على الزراعة، شايفين توشكا، شايفين مشروع الدلتا الجديدة، وده بناء على ايه؟ ده اللي احنا عشان خلصنا او شغالين بخطأ سريعة جدا على مشروع البنية التحتية، بالتالي بقيت قادر كدولة ان انا اكون متماسك وقادر على مواصلة هذا الاصلاح عن طريق بقى ان انا ابدا اجني الثمار عن طريق الزراعه والصناعه، وده اللي بتركز في الدوله الفتره دي. وعايز اقول لحضرتك يعني احنا مساهمه قطاع الصناعه في الاقتصاد المصري زادت، وده اللي بياكد كلامنا. احنا الاقتصاد ما فيهوش يعني اي كله بالارقام، فدايما الارقام هي اللي بتتحدث. المساهمه زادت لقطاع الصناعه، احنا واصلين ل 11.8، كنا 11.1. قطاع الاتصالات التحول الرقمي، احنا للامانه يعني والحقيقه فعلا احنا شغالين على جميع القطاعات بخطى ثابته وسريعه. لما نسمع ان بالفعل منصة زي منصة مصر الرقمية حوالي 4، يعني بنتكلم 4 مليون مواطن دخل عليها خلال الفترة اللي فاتت، وإن الخدمات هتصل ل 200 خدمة هتبقى أونلاين. كل ده طبعا بيخلي بيمهد يعني بيمهد ده كمان بيستكمل فكرة حياة كريمة لكل مواطن، اللي أنا أقدر اخلص الاجراءات بتاعتي، اللي انا اقدر اخلص الـ 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 كل المشاكل اللي عندي اونلاين، وكل الاوراق هتبقى كده. فكل ده في الاخر بيساهم في الاخر في الناتج المحلي الاجمالي وفي رفع ايرادات الدوله. عايز اقول لحضراتكم كمان ان القطاع الخارجي احنا يعني من اقوى الارقام اللي حصلت في تاريخ مصر، انا بسميه حتى العام الاعلى. يعني احنا عندنا اعلى صادرات في تاريخ مصر في عام واحد تم تحقيقها في 2021، عندنا اعلى تحولات للمصريين تم تحقيقها في 2021، عندنا اعلى ايرادات لقناه السويس تم تحقيقها في 2021، وده برغم المشاكل والتحديات اللي بتمر بيها العالم بالكامل. يعني احنا بنتكلم على مشاكل في طبعا كورونا اللي احنا والمتحورات متحورات كورونا، بنتكلم على مشاكل سلاسل التوريد، بنتكلم على مشاكل تغير المناخ اللي بتضرب العالم بالكامل، وبرغم من ذلك مصر قادره على المواصله على الصمود امام الازمات. وعلى فكره ده مش كلامي، ده كلام البنك الدولي بقى، هو اللي قال ان مصر قادره صحيح على الصمود امام الازمات. ودي اهم على فكره نقطة، هل أنا في الأزمة قادر على استقرار، قادر على الثبات؟ فده أكدته البنك الدولي، ده اللي حصل. وزي ما حضرتك بتقول إشادات دولية، حضرتك أشرت في حديثك لنقطة مهمة جدا، وهي مساهمة القطاع الزراعي والصناعي في الناتج المحلي. كانت الناس بتسأل إحنا بنعمل مشروعات زراعية، طب فين العوائد بتاعتها؟ لا، ده بيساهم في الناتج المحلي وبيرتفع سنة بعد سنة. وكذلك المصانع، لأن الناس كانت بتقول فين الاهتمام، فين اهتمام الدولة بالصناعة؟ فحضرتك دلوقتي اشرت بالارقام، وده مهم جدا الناس تعرفه، انه قطاع الصناعه بدا يساهم بزياده. طب غير الارقام كمان يا استاذ محمد، خلينا اقول المواطن، هو يعني الفتره بتاعت كورونا دي احنا كلنا كنا شايفين الصور في العالم وهم واقفين طوابير علشان يدوروا على سلعه. هل ده حصل في مصر؟ هل في اي حد من المواطنين، او حتى انا شخصيا، انا ما نزلتش في مره وما لقيتش سلعه غير متواجده؟ صحيح، موجوده وبسعرها كمان. استقرار الاسعار، وشفنا او ارتفاعات بسيطه، حتى الارتفاعات عندنا ما زالت في بنقول عليها في يعني في النطاق المستهدف. يعني حتى الارتفاع العالم انا ما كانش ليه علاقه بالازمه، يعني ده اللي اقصده. يعني الارتفاعات لا الارتفاعات طبيعيه ممكن تكون لاي سبب، لكن ملوش علاقه بالازمه. الارتفاعات الاسعار لا يعني كان ليها طبعا علاقه بالازمه، بس احنا كان الارتفاع بسيط او طفيف مقارنه بجميع الدول. احنا بنتكلم احنا في حاجه اسمها برضو التضخم المستهدف. التضخم المستهدف ده اي دوله في العالم هي بتحط لنفسها نطاق مستهدف ان الاسعار تتحرك فيها. مصر حاطه 7% موجب او سالب 2، احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا 5.2%، فاحنا ما زلنا في النطاق الارتفاعات طفيفه مقارنه بدول العالم بالكامل. الولايات المتحده 7%، النطاق بتاعها المستهدف 2%، عندهم مشكله الفتره دي ان هم بيعانوا من اعلى ازمه في الاسعار في تاريخهم. دول الاتحاد الاوروبي 5%، انجلترا فوق 5%، كلهم بيتجهوا الفتره الحاليه لرفع معدلات الفائده لكبح ارتفاع الاسعار. فلا احنا ده ما شفناهوش عندنا الصراحه، حتى لو في اسعار زادت فده دي حاجه طبيعيه وطفيفه جدا مقارنه بالازمات والتحديات
اللي بيمر بيها العالم بالكامل. فلا لا ما فيش اي مشكله، بالعكس احنا بنتكلم، احنا كان نفسنا بنسمع ان احنا الصادرات تزيد، شايفين ده بيحصل، شايفين اكتفاء ذاتي من عده سلع. والفتره الجايه يعني انا حابب ابشر الجميع حسب البيانات الاقتصاديه اللي امامنا كلنا، لا احنا هنشوف اكتفاء ذاتي في عده سلع زراعيه كتير الفتره الجايه، خاصه ان مصر فعلا يعني في طفره في الزراعه، وفي كمان يعني الناس دايما حتى بتتساءل طب منين الميه دي؟ فلا ما هو دي ده بقى اللي كان بيتعمل في الدوله خلال الفتره اللي فاتت. صحيح، ويمكن يا استاذ احمد دلوقتي الحرب الاساسيه هي حرب اقتصاد، ومساله اعاده الاقتصاد لمساره الطبيعي بعد جائحه كورونا مساله غايه في الاهميه. طبعا استاذ هدير بتفق مع حضرتك جدا، ويعني هي الحرب الحاليه فعلا هي حرب اقتصاديه وحرب تكنولوجيه، وعشان كده حتى بنتكلم ان التحول الرقمي في مصر سريع جدا، والرئيس يعني والرئاسه ورئيس مجلس الوزراء حتى بيركزين على النقطه دي جدا، وشايفين زياده في الجامعات حتى التكنولوجيه للتركيز في هذا القطاع، لان الحرب القادمه اقتصاديه تكنولوجيه، يعني مش حرب القادمه، هي الحرب الحاليه اللي احنا عايشين فيها. فلا الفترة دي الحمد لله يعني في استقرار قوي جدا في مصر بشهادة جميع المؤسسات الدولية والبنوك الدولية، وشايفين ده ولمسينه جدا حتى بكل تأكيد. أستاذ أحمد معطي الخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهاردة.